غريب على الباب. كبير كلامك كبير. هاي اهل بلدنا اخي، هاي اللي شربت من ميتها وربيت بنعمتها. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لك ابني انتو شو شاب كله هون؟ الدنيا عايمه قاعده برا. ابو حسن روق براس حاره، شفت لوريه تجي بخبرها بتطير طايره. ماشي الله يحييك. الله محييك. بدنا نسلم حالنا عمي ابو عصام. شو عم تحكي لك ابني؟ عمي نحن ما بدنا نجيب عيله الحاره، الحاره فيها اولاد وفيها حريم. نحن الاثنين نسلم حالنا مشان ما نسبب لكم اذى. لك يا عمي شو عم تحكي انت؟ نحن نسلمك بايدنا من الفرنساوي؟ لك شباب ان شاء الله نفكر انه الفرنساوي مستقصدك لك، هذا مستقصد البلد كله. لك عمي انا ارضى عليكم، هذا الضابط الفرنساوي شان ما بيعرفكم لا هو ولا عناصره، اللي بيعرفكم هو هلال ونحن بدنا نكمش هلال. ماشي نحن بامركم عمي، وشو بدكم حاضرين؟ جودت مر سيدي، بدي الدوريات شغالة طول الليل. نعم سيدي. أهل الحارة ما لازم يناموا، عم تسمع؟ نعم سيدي. أنا رايح لعن جناب الكومندان وراجع، شوف شغلك. احترامي. رستم سلوم، سمعتوا جناب الملازم شو حكى؟ دوريات ما بتهدوا طول الليل، ما بدي الحارة تنام. حرك. حاضر سيدي. عمي ابو عصام طولت علي. شفت عينك عمي ابو عصام، الدنيا قايمة قاعدة برا. هلال وين هلا؟ هلال قاعد مع الدورية اللي برا، وفي دورية لسلوم جوا بالحارة. اجت على رجلها، اجت والله جاب عمي. ما صار معي شيء. مين قالوا؟ ما بعرف. كل الفراريه واقف عندك، واقف عندك. ولا شو بدك تعمل هلا سلو؟ شو بدي اعمل؟ بدنا نروح نلحقهم. لك شو نلحقهم؟ رايحين على الخرابي هدول، احسن شيء نروح نجيب هلال، بلكي طلعوا مو هن. اي والله معك حق، امشي له لابو جوده. امشي. احترامي سيدي. شوف يا رجلهم الفرارية سيدي. شو بها؟ بالخرابة. بالخرابة سيدي، بس احنا ما تأكدنا منه اذا هن ولا لا، لازم ناخذ هلال معنا مشان نتأكد منه. ايوه شلون ما خطر لنا هدول؟ هدول مين؟ ايه هذا جانو انا بعرفه منيح. حلو يلا شباب وراي. واقف عندك انت وياه ولك. هذا هو جانو وهذا عدنان الفرارية. الفطون سيدي الفطون. وقتوا الله وقعكم. نخ عامل فيها قبضاي ما هيك؟ شو؟ يعطيهم العافية رجال. شعو هلال يا بي. اي والله ميت اهلي سيد هلال. اي والله اشرقت الانوار. وينك؟ طولت الغيبة علينا ما طولت. اخص عليك يا عويني اخص. خلينا نخلص من الدورية احسن ما يسوينا عي وجع راس. وهذا الندل سلوم كمان خليه يرجع لاهله. والله ما عاد عيدها، اصلا انا بدي اترك الدرك كله. راح تنقلع على بيتك، حتنقلع على بيتك، وبكره بنشوف، بكره بيبان كذبك من صدقك. داخل على عرضكم يا رشاد، داخل على عرضكم. عبدوه مرني عمي ابو عصام. هي انت وظافر خلوا الشباب هدول بمعيدكم بالمضافي لنبت بامره الاهلال. اعتبروا صاروا هنيك ما في كلام. يلا خاطر بشير شوفوا شغلكم. امرك يا ربي. يلا يلا قوم من هون. امرك الدامي يلا. امرك يلا. قوم حسن خليك ورا حرك. امشي امشي بقى امشي.
هات لشوف مين اللي دافشك علي. رد على ابو عصام يا واطي، مين اللي دافشك؟ كومندان. ولك ليش؟ لك شو غايته؟ غاية انه ينزع سمعة ابو عصام. وزعتر ليش قتلته؟ احكي ليش قتلته؟ لا حتى اخلق الفتنة بينكم وبين حارة اليهود. وانت اللي حرقت الحارة ما هيك؟ لك ليش كل هالشيء؟ ليش؟ ليش؟ فهمني ليش؟ طمعوني بالمصاري. طمعوك بالمصاري؟ مشان المصاري قلت لي. ايه مشان المصاري. مشان المصاري؟ مشان المصاري بتبيع اهلك وبلدك وناسك لك واطي؟ يا عيب يا عيب. يا جماعة انا زلمي معتر وعلى بابا، والله طمعوني بالمصاري والشيطان هيك اغواني ورضي. لك يخرب بيتك من حالك، يخرب بيتك من قامتك، ولك إذا كل فقير فكر متك ما بيصفى خير لا بالبلاد ولا بالعباد. خلص علي يا بي، طولوا بالكم يا جماعة. شو تخلص علي؟ هذا الواطي لازم يصير عبرة لكل الواطين اللي مثله. يلا يا بي يلا يلا حرك وملا. يا واطي يا شو على واطي لك اللي بتحرك بوصله؟ والله ما قلته يا واطي. شو هالعمل؟ بس انا ادعي واطي ارجوك بوصه. حط المسدس من ايدك. فرض عملك ولا حط المسدس من ايدك حاجه ما لهاش الحق. ولا بوصه والله بوصه والله لدوقك الموت مثل ما دوقته لغيرك يا واطي. ولك انا غريمك ولا تريك يا بي؟ تركوا العصام، انا غريمك اوص من غيريك. لا يا بي لا. لك عمي عمي تريك عصام واللي بدك اياه بيصير. ما بدي غير هالكيف. يا بي ولا قوة إلا بالله. الله يغفر له. مات مات أبو جودات كاسكيليا. حارة الضبع هلا بيكونوا مجتمعين وعم يستنونا. يلا ابو موريس يلا يا نسيم يلا بسرعه يا موريس. وعلى كيفك موريس؟ على كيفي النص.
سارة بدها ترجع على الحارة. اسمع شو بدي لك، سارة أختي والصلحة تميت والمخلوقة قاعدة ببيت جوزها والموضوع انتهى وتسكر عليه، وانت الله كتب لك عمر جديد ونفدت من الموت، نفدت من الموت بسبب الفتنة اللي كانت رح تصير يا موريس. أنا ما بفهم، سارة بدها ترجع على الحارة اليوم قبل بكرة. إن شاء الله ستين عمرك ما فهمت، رح أقول لك كلمتين بتخليهم ببالك، بتقعد ببيتك وبتكن على عصاك، وإذا بتآتي بأي حركة أنا أول الناس رح يوقف بوشك، عم تفهم موريس؟ الدنيا شامل يا شام.